صاحب عفة له وجه شريف يتلألأ بأنوار المودة، يغزو القلوب بعزوبته إذا وعد وفى بوعده، لأنه يحترم الناس جميعا ولا ينصر إلا الجمال، فلا تراه إلا مبتسما، وهو رقيق المشاعر بليغ اللسان بارع الذهن، يحب الناس يكرمهم ويحادثهم ويخاطبهم، وحب الحق وأقواله دائما تقع في النفوس موقعا عظيما. ما أعظمه من رجل، تحية من القلب لهذا الرجل العظيم. إليكم جميعا كلمة الأستاذ والمربي الفاضل الأستاذ أحمد عوز. السلام عليكم، أنا سامي الشيخ. بسم الله، الحمد لله على فضله وكرمه، وصلاة وسلاما على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وبعد. السيدة الفاضلة زينب عبد المنعم خضر، مدير إدارة التجريبيات بإدارة الدخل التعليمية نيابة عن السيد مدير عام الإدارة التعليمية السيد الدكتور محمد سيد عبد النبي أمين رئيس مجلس الأمناء، السادة الأفاضل أعضاء مجلس الأمناء بالمدرسة، السادة الأفاضل ضيوف المدرسة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، زملائي الأفاضل معلمين ومعلمات المدرسة، أبنائي المتعلمين والمتعلمات، ضيوفنا من أولياء الأمور، كل عام أنتم بخير. حضوركم يزيدنا بهجة وفرحة، ليس اختلاط للأعذار، إذا كان هناك قصور في التنظيم فده لأن احنا كان من المقرر أن احنا نعمل حفل تكريم للأوائل فقط، وفي تمام الساعة 10 مساء تم تغيير أو تم الموافقة على إقامة هذا الحفل، نعتذر عن التقصير في التنظيم. بداية اسمحوا لي أن نقف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحوادث الإرهابية، بعد إذنكم دي أحداد. انتهى الحداد، شكرا. اسمحوا لي أن أقدم كل الشكر والتقدير، ممكن تحسبوا تحيز، لجميع العاملين بمدرسة اللغات التجريبية أو الرسمية بموت على العمل في هذا العام الاستثنائي. دعونا نطلق عليه أنه عام استثنائي. كل شكري وتقديري لزملائي المعلمين، أخص بالشكر الأستاذ ربيع علي أحمد مدير إدارة المدرسة السابق، السيدة الفاضلة منى إمام سيد مدير إدارة المدرسة السابقة. مرة أخرى أتقدم بكل الشكر، كل الشكر والتقدير لزملائي المعلمين وجميع العاملين بالمدرسة. أترككم مع فقرات الحفل، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، ونتمنى وجودكم دايما وسطنا، آراءكم محل اهتمامنا وتقديرنا، وسنقوم ببحثها ونصل معا إلى تقديم